وبأولى مساحتنا الصباحية حنروح للفقرة الطبية وحنحكي عن موضوع شائع وهو تسوس الأسنان اللي ممكن نشوفه عند الأطفال بأعمار كتير صغيرة. اليوم هذه الحالة شو تأثيرها الصحي على الأسنان الدائمة وشو هي أهم الحالات الخطرة اللي ممكن تسببها تسوس الأسنان. أيضا حنضوي على أهم العلاجات اللي ممكن استخدمها دكتور الأسنان اليوم لتلافي كتير من الحالات التسوس. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع. وضيفنا اليوم هو الدكتور نور الدين دمشقية وهو أخصائي بأمراض الفم والأسنان. يسعد صباحك حكيم وأهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك وصباح مشاهدينا. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم يا رب. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني كلنا بنعرف أنه نسبة كتير كبيرة من الأطفال أو المراهقين عندهم هيك حب للشوكولا، للحلويات بأنواعها، للمشروبات الغازية. كل هاي الأمور نحن بنعرف أنه هي ممكن تأثر على صحة الأسنان وتسبب المشكلة الشائعة اللي هي التسوس الأسنان. خلينا بداية قبل ما نفوت بتفاصيل الموضوع نعرف المشاهدين شو نقصد بتسوس الأسنان. تمام، تسوس الأسنان هو ضرر بيصيب النسج السنية، النسج القاسي خلينا نقول، بكل أسف هو غير ردود، بمعنى أنه بس يصير عندي أنا تسوس أو النخر ما راح يطيب بشكل تلقائي إذا ما تم التدخل عليه طبيا. وبكل أسف كمان النخر بس يبدأ بيكون ما له أعراض أبدا، وبالتالي بيكون المرض عم بينتشر، النخر عم بيكبر، والمريض أو الطفل ما له شاعر بأي ألم إطلاقا. كيف بيبين معنا؟ بيبين على شكل نقط أو بقع بنية أو سودة، تتواجد أكثر شيء على الطواحين أو الأرحاء، هي الأسنان الخلفية نتيجة شكلها التشريحي. فبداية التسوس بتكون لا عرضية إذا ما تم المراجعة والتدخل عليها مبكر. طيب حكيم، بعد ما عرفنا بشكل طبي اليوم شو هو تسوس الأسنان، الأسباب كثيرة طبيا، واليوم العامل الجيني هو أهم الأسباب. يمكن نشوف أطفال بأعمار كثير صغيرة يعني 4 سنوات عندهم تسوس أسنان، واليوم مضطرين إحنا نزور الحكيم. اليوم خلينا نحكي بشكل عام شو أهم الأسباب اللي بتؤدي لحدوث حالة التسوس. هلأ ذكرتي حضرتك إنه الأسباب جينية، هذا شيء أكيد طبعا موجود، لكن السبب الأكثر شيوع على موضوع التسوس هو شيء بنسميه نحن اللويحة السنية. شو هي اللويحة السنية؟ هي طبقة خارجية شفافة رقيقة بتتشكل على السن، على السطح الخارجي، نتيجة شو؟ نتيجة تناول السكريات والنشويات. هلا هي نحن بالفم، نحن بالأحوال العادية سواء كان في نخر أو لا رح يكون في عندي آلاف من الجراثيم الموجودة، طبعا بعضها مضر بعضها ما كتير له أثر على موضوع التسوس. إنه موجود اللويحة السنية يلي هي بتحتوي على مواد سكرية ومثل ما قلنا نشويات، بتكون المادة المغذية للجراثيم الموجودة، رح تتكاثر هي الجراثيم، رح تفرز أحماض، رح تعمل النخر والتآكل بالسن. وبالتالي المسبب الأول هو وجود الجراثيم مع اللويحة السنية يلي معظم الأشخاص خلينا نقول إنه ما كتير بيهتموا بتفريش أسنانهم أو عنايتها في هالناحية. تمام، من الأسباب خلينا نروح للأعراض. يعني اليوم الأعراض المتعارف عليها أو اللي منلاحظها عند بعض الأطفال بيكون في ألم شديد، الأسنان ممكن تلمع لما بدهم يأكلوا أي شيء أو يشربوا أي شيء. طيب خلينا نوضح أكثر شو في أعراض أو علامات أو دلالات ممكن تظهر عند الأطفال وتدل أنه هذا الطفل عنده تسوس بالأسنان. تمام، هلأ نحن أول شيء نلجأ له الفحص السريري. خلينا نقول بالكشف المبكر بيبين معي أنا إذا كان في نخر على السن أو لا. أوقات بنضطر لوسائل تشخيصية تانية هي صور الأشعة. النخر وقت بيكون بين السنين ما بيكون واضح للعين المجردة، فبيبين معنا بالصور الشعاعية. بناخذ السيرة من المريض نفسه، يعني السيرة المرضية. ممكن يشكي المريض أنه أنا الألم عم بيجيني فقط وقت بتناول مثلا شيء بارد أو سخن أو أكلات حلوة. هون أنا بعرف أنه النخر بعده بدايته، خلينا نقول السن بشكل عام مكون من 3 طبقات، المينا تحت منها العاش تحت منها اللب السني. وبيكون النخر بطبقة المينا بيكون ما له أي عرض نهائي لأنه ما في عندي نهايات عصبية، هاي اللي ذكرناها ببداية حلقتنا أنه بيكون النخر موجود بس المريض أو الطفل ما عم بيشعر بألم إطلاقا. وبيمتد النخر أكثر وأكثر للطبقات اللي تحت المينا هي طبقة العاش، هون ببلش المريض يشعر بألم فقط على المنبه، يعني البارد، السخن، الأكلات الحلوة. في بعض الأشخاص بتأهمل الموضوع ما كتير بتهتم له، انتقلنا لمرحلة الألم المستمر يلي بيكون بشكل نابضي بنسميه، إنه بيقول لك المريض مثل نبضات القلب بشعر عم باع هيك يعني تكي بقلب السن أنا مثل نبضات القلب عم تضرب على الرأس، وخصوصي أثناء الليل. يعني في كتير أشخاص تربط إنه ليل الألم بيصير فقط بالليل، ما بيكون بالليل وبالنهار. هلا هو نفس الآلية، لكن بالليل الشخص بس يتسطح، زاد ضغط الدم على الرأس، بالتالي زاد الضغط على الحجرة اللبية، زاد الألم أكثر.
صحيح. اليوم دكتور وقت اللي بيكون في حالة تسوس بالأسنان وخلينا هيك شوي نروح للأطفال وبتاخدوا عند الحكيم بتكون الأسنان لسه لبنية، هلأ بنشوف بعض الإجراءات بتروح لحفر السن وإزالة التسوس وبعض الأطباء بيقولوا لك خلاص أنه هذا السن لبنية وحيوقع بالنهاية، اليوم شو الفرق بين الحالتين؟ تمام، شو هو الإجراء الطبي الصح؟ هلأ نحن بدنا نعرف أي عمر راجعنا الطفل وإمتى العمر اللي بده يتبدل فيه السن. على سبيل المثال القواطع الأسنان الأمامية ببدل الطفل بعمر 7 إلى 8 سنوات، وبالتالي إذا كان في مشكلة على هذا السن والطفل راجعني بنفس الفترة تبديل السن فغالبا الطبيب بيروح باتجاه الألم. أما مثلا الدراسة اللبنية تبديلها بيكون بعمر 12 سنة. راجعنا مثلا الطفل طبعا صحبة مع أهله بعمر 7 سنين، أنا بعرف أن السن اللبني رح يبقى بعد مدة 5 سنوات فلازم نحن نعالجه نحافظ عليه وما نروح باتجاه الألم. هلأ في فكرة غلط عند الأهالي بتكون كتير منتشرة أنه هذا السن اللبني رح يفرمه ما كتير بيهتموا بعنايته وهذا الشيء غلط. السن اللبني عدا عن أنه وظيفيا بيساعد الطفل على النمو مضغ الطعام وحتى على موضوع الناحية الجمالية وثقته بنفسه قدام زملائه الأطفال، كمان بيساعدني على موضوع النطق. كتير أطفال بيصير عندها مثلا لدغة أو حروف السين أو الحروف هي ما بتطلع معها نتيجة خسارتها للسن اللبني قبل وقته. وكمان في شغلة كتير مهمة، السن اللبني بيحفظ لي مسافة السن الدائم. على سبيل المثال أنا خسرت الراحة اللبنية قبل وقته بكون خسرت المسافة اللي بده يبزغ فيها السن الدائم، فوجود السن اللبني ضروري نهتم فيه. تحدد اليوم مساحة للسن بيحفظ مسافة السن الدائم. يمكن نشوف أكثر مشاكل التقويمية أو خلل بالأسنان هو وقت نفقد بعض الأسنان ومنروح بيطلعوا الأسنان بياخدوا راحتهم أكثر، ما في تحديد اليوم بالمساحة الطبية الصح. صحيح. صحيح. دكتور خلينا نوضح شو التقنيات الحديثة العلاجية يلي عم تطبعوها اليوم لحتى تعالجوا مشكلة تسوس الأسنان عند الأطفال. هلا بداية كانت الروحة طبيب الأسنان رعب سواء كانت للكبار أو للصغار، فوبيا بكل أسف. ونلاقي يعني أوقات معلومات غلط من الأهل، أنه مثلا أنا بكون عم بعالج للأم أو للأب مثلا بيقول له لا تعذبني باخذك عند طبيب الأسنان بيعطيك إبرة أو بخلي الدكتور يعطيك إبرة. غلط، يعني بقول له للأهل أنه افترض ابنك رح يقعد محلك رح أكيد يجي خايف. الطب اتطور، مثلا دائما بنفضل احنا اول جلسه علاجيه للطفل تكون جلسه توعيه انه بنشرح له الادوات، هي بتعطينا مي، هي بتنظف السوسه، بنبسط له الامور، نعطيه هدايا مثلا طبعا اكيد مو سكريات، تحطوله اغاني، تحطوله نشجعه يكون الجو مريح. تمام. في بعض الاطفال عنيدين او مدللين شوي زياده بالبيت، مثلا بنلجأ لشيء اسمه استخدام غاز الضاحك او غاز النيتروس. شو هذا الغاز دكتور خلينا نحكي؟ هذا بنستخدمه على هي النقطه. تمام. هذا من التركيبات الدوائيه استنشاقيه، يعني عن طريق قناع منطبقه على الانف بيعمل تركين سواء كان للطفل او حتى للكبار يلي بيكون عندهم فرط نشاط. تمام. بيعمل حاله كيف يصير المريض خلاله واعي ويتبع الإجراءات ولكن نوعا ما مخدر إنه ما له حيل يقاوم أو يحرك زيادة، يعني كان في نتائج إيجابية. فارج لك ما بيقدر يرفع رجله، في نتائج إيجابية لهالطريقة أكيد كتير بتريحنا. وفي بعض الأطفال حتى بيكون عندهم فوبيا من الشغلات المغلقة، إنه موضوع الماسك على أنفه ما بيتقبله، بنروح باتجاه التركين الوريدي. التركين الوريدي طبعا عن طريق الوريد الأفضل بالمشفى. وبعض الأطفال يعني ذوي الاحتياجات الخاصة كمان الوضع بيكون عندهم أصعب، بنروح باتجاه التخدير العام بالمشافي طبعا كرمال تكون جلسة وحيدة ومعالجة مستمرة. ما عاد في كتير خوف أنه الطفل مراجعة طبيب الأسنان. أحياناً ممكن يكون الخوف حكيم إذا الطفل مو بس بيعاني، يعني بعيداً عن موضوع الفوبيا هي موضوع عام يعني. تمام. ولهذا السبب معظم الناس اليوم بيروحوا بالحالة الإسعافية لطبيب الأسنان يعني، وأول كلمة بيقول له تأخرت كتير يعني. تمام. خلينا شوي نخص الأطفال اليوم، هل اليوم في حالات مرضية موجودة عند الأطفال ممكن تأثر على الصحة العامة في حال عمل طبيب الأسنان في حالات التسوس؟ أكيد. هلأ موضوع التسوس مرتبط بالأمراض بشكل عام، على سبيل المثال حتى للكبار بالعمر اوقات بيكونوا مثلا المريض بده يلجأ لجراحه قلبيه. اول شغله بيطلبوها بمشفى امراض القلب انه روح عند طبيب الاسنان عالج اسنانه قبل ما تلجأ للعمل الجراحي، لانه لقوا انه الجراثيم الفمويه ممكن تمشي بالجهاز الدموي وتصل لاماكن ثانيه وتسبب خطوره. وموضوع الثاني كمان بالنسبه لموضوع الاطفال، اوقات بتكون المشكله مرتبطه بالفم تنتقل لمشكله جهازيه. على سبيل المثال عاده مص الاصبع،
كثير من الاطفال بنلاقي عندهم العاده الابهام اكثر شيء بشكل مستمر بحطه بالفم نتيجه سلوكيات معينه، فبنلاقي صار عنده بروز بالفك العلوي، صار عنده تضيق بقبه الحنك، ما عاد قدر الطفل يتنفس عن طريق الفم الانف عفوا، صار تنفسه فموي، فراح يعاني من مشاكل جهازيه مرتبطه بالفم. صحيح، يعني حلقة متكاملة. ذكرت عادات كتير خاطئة عم يرتكبوها الأهالي اليوم يلي فعلا عم تأثر على صحة أسنانهم، عم تؤدي للتسوس، حتى يمكن عم نشوفه بعمر مبكر وما عم نعرف شو السبب. طيب خلينا نحكي عن حساسية الأسنان، ربما تكون عارض أو سبب من أسباب تسوس الأسنان. خلينا نوضح بشكل عام كمصطلح طبي شو نقصد بالحساسية الأسنان. حساسية الأسنان هو شعور مزعج، خلينا نقول بحس فيه الشخص نتيجة وجود تنبيه، تناول أكل حلو، بارد، سخن، أوقات على الضغط، أنه المريض بس يأكل بيقولك بس أضغط على هالسن عم بشعر أنه مثل نبضة كهرباء ضايقتني. أسبابه عديدة، سبب الأول مرتبط بالنخر. النخر مثل ما أنه بيكون مثلا مو موصل لمرحلة لللب السني أو للعصب، بيكون بعده بطبقة العاج، بيعطيني هالتنبيه شعور الحساسية أو الإزعاج. أوقات بيكون مرتبط بتراجع اللسة، خصوصا عند الأشخاص متقدمين شوي بالعمر، مع العمر تتراجع اللسة، بيكشف عند الجزر. الجزر اللي هو بيحوي على طبقة خارجية الملاط، بتكون معرضة أكثر من المينا لموضوع الحساسية. بعض الأشخاص عندهم صرير ليلي، بيكونوا بالليل بيناموا وبيكزوا على أسنانهم كتير، كمان هدول بصير عندهم حساسية، فبدنا نعرف شو السبب للحساسية لنقدر نتعامل معه. كزل على الأسنان، اليوم شعب السوري كلهم بكز كله عنده هاي الحالة ولو يعني ولو نتيجة الضغوطات بالحياة بينفس عنا غضبه، خلينا نقول أثناء النوم بالصرير أو الكز على الأسنان بالليل. طبعا لها طرق وقائيه علاجيه اكيد. طيب ذكرنا الصرير، ممكن كمان يكون من اهم الاسباب البنيه الضعيفه بالاساس للاسنان. شو اهم اليوم الاسباب اللي ممكن تخلينا نوصل لمرحله الحساسيه؟ التفريش الغلط، الاهمال الصحي. طبعا اوقات في بعض الاشخاص بيكون عندهم خلينا نقول وسواس زايد بموضوع نظافه الاسنان، بتلاقي ماسك الفرشاه وعم بيحارب فيها بالمعنى الحرفي، بيجيب شعيرات قاسيه وبيضغط كثير على طبقه المينا، بصير في تاكل فيها، فبيكون عم بيضر حاله اكثر. اوقات بتكون مشكله مرتبطه بالحاله الجهازيه العامه، بعض الاشخاص بيكون عندهم مشاكل بالمعده، بصير عندهم تقلص انه ارتداد من حموضه المعده على الفم، كمان هذا بيعمل تاكل بالمينا وبيعمل حساسيه. في بعض الاشخاص كمان احدى مسببات الحساسيه هو تناولهم للمشروبات الغازيه بشكل دائم او الشغلات الحامضه كثير، المخللات، الليمون، هالقصص هي كلها كمان بتعمل تاكل. كل شيء طيب يعني كل شيء طيب للاسف معظم الاكلات الطيبه بتكون مضره. حتى يمكن كمان الفئه العمريه الاكبر يلي بيلجؤوا للطبيب اليوم ان كان ليزري او كان بالمنزل، كمان هذا الشيء دكتور ممكن يسبب حساسيه للاسنان وياثر عليهم. سؤالك حلو. هلا نحن مو كل الحالات استطبابها تبييض. على سبيل المثال اذا كان في عندي نخر على السن، انا اذا طبقت الماده المبيضه رح اعمل له حساسيه اكثر للمريض. اذا بعض الاشخاص عندهم تراجع باللسه ومكشوف الجزر كمان ابعد على التبييض. اما اذا كان تبييض عياره يعني مضبوط، خلينا نقول من قبل الطبيب واشراف طبي، فبتكون الامور جيده. لكن في بعض الاشخاص بتلجأ للحلول السريعه، انه من حاله بتجيب مواد التبييض وبتستعملها بشكل عشوائي، وعيارات معينه بدون استشاره، بيكون مثلا طبيب قايل له استعمل التبييض المنزلي لساعه او ساعتين، هو بفكر انه اذا انا حطيته طول الليل راح اخذ نتيجه اسرع، بيكون عم بضر المينا اكثر. بس بيقولوا انه بالليل ممكن يستفاد اكثر وقت النوم. هون الفكره. فنحن بدنا نلجا لتعليمات الطبيب كرمال ما نضر حالنا ونضر اسناننا. حتى في بعض خلينا نقول التصرفات بالبيت يعني بنسمعها وهي شائعه اليوم، ننصحها طبيا من خلالك حكيم اليوم، البودره اللي موجوده بالصيدليات اللي مكتوب عليها للمدخنين مره اسبوعيا يعني، كمان يعني بتحس كمان لها تاثير سلبي اليوم. في ناس تروح للملح والليمون الحامض هي خلطات فيسبوك، كربونات الصوديوم مثل ما قلت حلا، يعني كذا كذا معلومه اليوم. حتى بيقولوا لك الفريز، قشره الموز، اليوم هدول القصص كلها يعني طبيا هل هن صح او لا؟ هلا نحن بشكل عام بنقول انه هدول خذوهم وكبوهم، لا تستعملوهم، يعني روحوا فقط باتجاه الناحيه الطبيه. هلا هي كفكره صح، نحن يعني بنشوف شو على سبيل المثال معجون الاسنان تركيبته مثلا بيكربونات صوديوم او غيره او سيليكا، فهي ماده كاشطه للمينا. انا وقت اللي بروح على الخلطات الشعبيه خلينا نقول استخدام الغالط او مثلا الفحم، كمان نسمع بالفحم بتقول لك الفحم نفس الفكره، انه انا عم بقشط من طبقه المينا كرمال اخذ بياض اكثر على السن، رح يعطيني نتيجه اوكي، ولكن على المدى الطويله والاستخدام العشوائي رح تكون ماده ضاره اكثر ما هي. والبودره
إذا كانت مدة قليلة خلينا نقول تواترة أقل جيدة أسبوعياً يعني دور. مرة حكي تمام أو أقل حتى خلينا نقول نحن مشان ما نص مرة طيب يعني ما كثير بنفضل نحن هي الشغلة يمكن الكمية المستخدمة اليوم مفروض ناخذها بالحسبان اليوم هلا نحن إذا بنستخدم مثلا فرشاة الأسنان مع معجون أسنان جيد مرتين أو ثلاث مرات باليوم كل هالقصص البودرة وغيرها ما لنا علاقة فيها ما في داعي لها حتى تنظيف الأسنان على سبيل المثال تنظيف طبقة الجير أو الكلس اللي بيكون متراكة إذا تم مرة كل ست شهور فأنا استغنيت عن البودرة ولا الفحم ولا البيكربونات اللي كنا عم نحكي عليها تمام طيب شو بالنسبة للفينير اليوم إن كان كعلاج تجميلي أو علاج اليوم لمشاكل الأسنان هلا فكرة الفينير هي أو الهوليود سمايل هي طبقة خارجية من القشرة تتطبق فقط على السطح الخارجي للسن هلا هي بتكون ببعض الحالات تجميليه وبعض الحالات علاجيه انما معظم استخدامها بيكون تجميلي على سبيل المثال بيكون في بعض الاشخاص عندهم فراغات بين الاسنان بيكون السن شكله جيد انما مشكلته فقط بموضوع اللون هون بنروح باتجاه شو باتجاه الفينير اما كناحيه علاجيه للفينير فهي ما كثير علاجيه لانه عمليا ما بيكون السن فيه ضرر وانا عم بحافظ عليه بقشره الفينير فلا تجميلي اكثر ما هو علاجي اليوم الفينير كمان مشروطه انه يكون عندك بنيه صحيه سليمه للاسنان اليوم في حالات التسوس يمكن هذا الشيء بياثر سلبا على نجاح عمليه الفينير وخاصه اذا كان موضوع متعلق بالجينات يعني نحن كل ما تقدمنا بالعمر خلص في شيء وراثي يعني اليوم ممكن اليوم اذا الدكتور يعني لاحظ انه اليوم في شيء مستمر بموضوع التسوس يرفض عمليه الفينير هلا نحن اكيد طبعا نحن الفينير له استطبابات معينه ذكرتي حضرتك موضوع التسوس وهذا كثير مهم وقت بيكون في عندي حشوات كبيره على السن بعد معالجه النخر نحن بنطبق حشوات الفينير ما راح يكون ثباته قوي على السن يعني الفينير مصمم يكون مواد الالصاق على طبقه العوج انما مع موضوع الحشوات راح يكون الثبات ضعيف فوتنا المريض بدوامه انه كل يومين والثاني راح يلاقي قشره فينير فكت معه فبدنا نروح نحن باتجاه التشخيص الصح كرمال نعطي المريض النتيجة الصح هلا هو حل حلو وعملي ولكن له استطبابات يعني صحيح. للأسف حاليا أنه عم بيصير كتير نواحي تجارية بموضوع الفينير لا نحن بنفضل أنه نروح عند الأخصائي كرمال يشخص لنا حالة صح ويعطينا نتيجة صح قد ايه مهم اليوم الاهالي يوعوا اطفالهم اكثر يهتموا ويعتنوا بالصحه الفمويه باسنانهم من عمر صغير وخصوصا يمكن نوعيهم اكثر انه ما حدا يستخدم ادواتهم الخاصه يعني فرشايه الاسنان لهم خلص هدول ادواتك ممنوع حدا يستعملهم لو كان يمكن من البيت من الاخوه او اي حدا موجود لانه طبعا. يمكن احيانا ممكن يكون سبب التسوس هو نتيجه عدوى فقد ايه مهم الوعي بهذا الموضوع فكرتك كثير حلوه هلا للأسف كمان من الأخطاء أنه منلاقي الأم يعني وهي عم بتطعمي ابنها أو البيبي بتلاقي بتدوق اللقمة قبل ما تطعميها أنت عمليا أعطيتي 100 جرثومة أو مليون جرثومة من تمك لتم الطفل وبالتالي غيرتي البيقاش وتركيب الفم كلياتها لابنك فأكيد منفضل نحن أنه لا المعلقة أو فرشاة الأسنان أو حتى المعجون يكون خاص بالطفل هلأ بالنسبة للأطفال في معجين بتجي بنكهة كمان هي كثير بتشجع الطفل وحتى فراشي الاسنان طعمات يمكن فريز اناناس فواكه فبتكون مرغوبه للطفل وبنفس الوقت حتى فرشات الاسنان بيكون عليها شكل حيوانات اليفه فالطفل بيتعود انه هي لالي هي لوالدي تمام فهذا الشيء اكيد صح طب دكتور هاي النصائح وجهناها للأهل بموضوع التوعية اليوم هيك بشكل عام لحتى نتفادى موضوع تسوس الأسنان وخاصة اليوم يعني الصحة بشكل عام ما عاد مثل الأول يعني بسبب المواد الغذائية تغيير نمط الحياة اليوم هيك نصائح عامة من حضرتك لك الحدا مرافقنا بصباحنا لليوم أبسط شغلة من أولى دائما تفريش الأسنان من مرتين لثلاث مرات باليوم هاي أول شغلة طبعا مع الاهتمام أنه معجون الأسنان يكون حاوي على مادة الفلورايد كرمال مكافحة التسوس استخدام الغسول الفموي كمان بكميات مضبوطة مو بشكل دائم ونستخدم الخيوط السنية خيوط بين السنية لتنظيف بين الأسنان لأنه هاي الأماكن صعب الفرشاة يتصلها والقاعدة الأكثر أهمية أنه نراجع طبيب الأسنان كل ست شهور سواء كان في مرض أو لا لا يعمل تشيك اب وتشخيص مبكر لمشاكل اكيد بالختام بدنا نشكرك كثير الدكتور نور الدين دمشقيه اختصاصي بامراض الفم والاسنان على كل المعلومات المفيده اللي قدمت لنا اياها ودائما بنقول انه العلاج بطريقه مبكره اكيد رح يوفر علينا حل كثير من المشاكل اللي بعدين شكرا لك دكتور إليك.